وتهانينا للشبل جابر بن سالم بن فران على فوزها بالمركز الثالث. تهانينا والناموس لجمع الفائزين. ينطلق الشوط الرئيسي للجداع والكلمة للزميل مطلق بن علي العنس. شكرا محمد بن بريك المري. أيها الأخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير، تحية مسائية شحانية في هذا اليوم، يوم السبت 23 من أكتوبر 2021، حيث استنفت وفي تمام الساعة 2 من بعد ظهر هذا اليوم الانطلاقات الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة من 5 كيلومترات والجذاع السبق المعروفات اللي تشارك اليوم في ميدان الشحانية. نرحب بكل المتابعين، نرحب بكل الأعين التي تراقب ميدان الشحانية على قناتي الريان والكاس الناقلتا لهذا المحلي الرابع وللأحداث المهمة هنا في ميدان الشحانية. على بركة الله متابعينا مشاهدينا الكرام، انطلق قبل لحظات شوطنا الاول الرئيسي الخاص بالقعدان، وابدأ مع حضراتكم باعلان المراكز الخمسة الاولى. ابدأها مع السيج على المركز الاول بشعار هجن ام الزبار على صدارة ومقدمة الشوط، يقود الاسماء السيج بمتابعة المضمر المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري الذي يتابع السيج. المركز الثاني معدي على المركز الثاني من الجانب الاخر، شوفوا يحمل اللواء والشعار هجن ام الزباري ايضا عند حمد بن سالم بن زهرة في عملية التضمير. المركز الثالث متابعينا مشاهدينا الكرام، الريل لهجن الشحانية، يتابع الريل المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران احد الشباب المميزين في عملية التضمير، يتابع هذا الاسم. المركز الرابع شمشير على المركز الرابع يحمل لواء وشعار هجن الشحانية، والمتابع من ينطلق في متابعة هذا الاسم العملاق هو المضمر البرنس جار الله بن عقيل المري الذي قدم الوذن قبل لحظات خاطفة الشوط الرئيسي الأول الخاص بالإبكار. هذا هو برنس المضمرين، وهنيك أبو محمد على هذا الحضور المميز في هذا المحلي الرابع، ونتمنى إن شاء الله لك التوفيق إن شاء الله في أشواط الرموز. المركز الخامس وين وصلنا؟ عند المركز الخامس ضاري، على المركز الخامس لهجنة المرقاب، على المركز الخامس يتابع هذا الاسم على المضمر الشاب المميز حمد بن علي بن سعيد آل بريص المري احد الشباب القطريين المميزين في عالم سباقات الهجن، له الكثير من الانجازات من خلال ما قدمه في هذا العالم الساحر المبدع، لقي بالمبدع مبدع المضمرين. اذا هذه المتابعين مشاهدينا الكرام المراكز الخمسة الاولى اعلنتها لحضراتكم في هذا المسار، مسار الناموس، مسار الخمسة كيلومترات في هذه الانطلاقة الموفقة ان شاء الله لهذه الاسماء من هنا من ميدان سباق الهجن في الشحانية في دار الثاني الكرام، حيث نتقدم بالشكر الجزيل لاخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وشكر خاص يا أخواني لمدير السباقات في ميدان الشحانية شعلة النشاط، والشخص الذي يقف وراء كل كبيرة وصغيرة بالميدان له بصمة واضحة بحسن وبجمال التنظيف في ميدان الشحانية، أخي المميز الأستاذ مبارك بن محمد البادي. يا سلام، أعود إلى مجريات الشوط، الى التغيير اللي حصل في مقدمة الشوط، غير في هذه اللحظات. هنا انطلق معدي
وتجاوز وعبر الى المركز الاول معدي بشعار هجن ام الزبار على المركز الاول على صدارة ومقدمة الشوط. شعار هجن ام الزبار خطف هذا المركز يا بن زاهرة، خطف هذا المركز من يحمل الرقم واحد، الرقم الصعب يا بن حلفان، والله العظيم هذا الرقم المركز الاول يبحث عنه الجميع، المركز المتقدم نمبر 1 والمركز الاول المركز المستهدف، كل هؤلاء المضمرين يبحثون عن هذا الموقع، عن هذا الموقع المهم، عن هذا الموقع المهم، موقع ضاري اللي يحتل المرتبة الاولى حاملا للواء والشعار هجن المرقاب بمتابعة المبدع الشاب المبدع حمد بن علي بن حلفان المري في عملية التضمير، يتابع هذا الاسم العملاق، يتابع هذا الشعار الكبير حصد الكثير من الرموز، هذا الشعار العملاق شعار هجن المرقاب، هجن المرقاب على المركز الاول. المركز الثاني وصل شعار هجن الشحانية على المركز الثاني مع الريل، ديروا بالكم من الريل اللي يحتل المركز الثاني بالشعار الادعم، بالشعار الادعم على المركز الثاني ينطلق ويتابع هذا الريل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث شمشير على المركز الثالث ايضا للشعار الادعم شعار هجن الشحانية، المتابعة مع من مع جار الله بن عقيل صاحب هذا الشوط في الأسبوع الماضي. الله، المركز الرابع بن سلامة يقدم هذا الاسم مع شعار هجن أم الزبار العود إلى المركز. خلاص يا أخواني، خلاص تبقى أمامنا 500 متر أخيرة عن الناموس، عن الناموس، عن الشوط. لقاء الكبار، ولع الشوط، دخن الشوط، لقاء الكبار هنا في الامتار الاخيرة، لكن برنس المضمرين يعرف كيف يتعامل مع الاشواط الرئيسية، مضمر الوزنة يقدم شمشير دونوا وسجلوا هنا شمشير بطلا للشوط الرئيسي الاول، بطلا للشوط المفتوح بمتابعة وبتوقيع برنس المضمرين بشعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني ضاري لهجن المرقاب مع حمد بن علي بن حلفان. المركز الثالث السجل لهجني ام الزبار عند عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. المركز الرابع نمبر 5 الريل لهجن الشحانية عن جابر بن سالم بن فران. المركز الخامس هداد لهجن الشحانية مع المضمر الحوت محمد بن خالد بن عبد الله العطية. متابعينا ومشاهدينا الكرام، هذه نتيجة هذا الشوط، وكان للبرنس كلمة أخرى في هذا الشوط بعد أن قدم الوزن في الشوط الرئيسي المفتوح قبل لحظات، يقدم هذا الضاري ويحكم القبض على الأشواط الرئيسية بتوقيع جار الله بن محمد بن عقيل المري. 7:40، 7:78 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وتهنئة خاصة نزفها على الهواء مباشرة لمن يتابع هذا الشعار جار الله بن عقيل المري برنس المضمرين. المركز الثاني 7:42، 82 جزء من الثانية، الضاري لهجن المرقاب بمتابعة المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. تهانينا والناموس. المركز الثالث هنا السيج على المركز الثالث، التوقيت الزمني للسيج 52 جزء من الثانية، 4:44، 7 دقائق، يعني 7:44، 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس متابعينا ومشاهدينا.